السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد النهاردة في قناتكم تربية بيتي. الفيديو ده هدية لكل احباب المتابعين اللي مش عارفة اقول عليهم ازاي، احلى ناس واجمل ناس. متشكرة جدا جدا للايكاتكم، وياريت ما تحرموناش دايما من اللايك، ودايما لو الفيديو عجبكم تعملوا له شير عشان يوصل لاكبر عدد، بس اهم حاجه اللايك، وتكتبوا لنا تعليق حلو جوه تحت من تعليقاتكم الجميله ديت. النهارده ان شاء الله هنعمل اقوى مضاد حيوي ومضاد فيروسات بحاجه كنا بنرميها في الزباله، حاجه انت ما كنتيش يعني كده بتجيبيها ترميها، ملهاش اي قيمه عندك ومش يعني مش مهتمه بيها، وبنفضل نشتري بقى في حاجات غاليه ونشتري في مكونات غاليه، وكمان حتى لو انت هتستخدميه على من غير ما نعمله بالطريقه اللي احنا هنعمله دي بيبقى صعب وبيبقى غالي ومكلف. لكن احنا هنعمله النهارده بحاجه ببلاش، حاجه كنا بنرميها في الزباله هتقضي لك على الفيروسات والميكروبات، وهتعمل لك مضاد حيوي قوي. الفراخ بتاعتك هتبقى كده جامده وقويه وصحتها حلوه. الفيديو ده هديه لكل حبايبي اللي بيتابعوا القناه، ولو انت لسه جديد او مره تشوف القناه بتاعتنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. احنا بنحاول نعمل كل الحاجات اللي هي تكون اقتصاديه ومفيده في نفس الوقت علشان نحصل على انتاج طبيعي من بيتنا، من انتاجنا احنا، من شغلنا احنا، اكل نظيف واكل يكون صحي على قد ما نقدر. يعني حتى لو ما عندكيش مكان واسع، لو عندك بلكونة ممكن تربي فيها، لو عندك اي مكان صغير ممكن تربي فيه. انت زي ما انت شايفة كده دول 10 فرخات، انا بس ربنا كرمني المكان واسع، ال10 فرخات دول ممكن تربي 5 يا 6 في قفص كده في البلكونة في تقفيصة. المهم ان انت تحصلي على اكل يكون الى حد ما بعيد عن الهرمونات وبعيد عن الحاجات الغريبة اللي بيقعدوا يأكلوها للحاجات دي، والمضادات اللي هي بيدوا الطيور مضادات حيوية قوية بتوصل لأجسامنا بتدمر صحتنا. فإحنا بنعمل حاجات طبيعية على قد ما نقدر، ما بنستخدمش أي حاجة تكون كيميائية إلا للضرورة والحاجات القصوى، لكن كله إن شاء الله يبقى طبيعي ومفهوش أي حاجة صناعية. مش عايزة أطول عليكم في الكلام. إن شاء الله هنعمل التوم البودر، الكيلو فيه ب300 جنيه، طبعا صعب نحطه للطيور، لا إحنا هنعمله من قشر التوم اللي إحنا كنا بنرميه في الزبالة. تقوليلي إزاي؟ هقولك تعالي وشوفي بنفسك. أولا إحنا أنا جبت كيلو وربع توم ب10 جنيه من التوم الأخضر اللي إحنا كنا بنقول لأ ده ما ينفعش للتخزين، ما ينفعش للأكل، ما ينفعش نعمل بيه حاجة. لأ أنت هتجيبيه وهتلاقي فيه كنز، بال10 جنيه دي هتعملي حاجة ممكن توفرلك حوالي مثلا 20 جنيه. فيعني تابعي الفيديو وان شاء الله هيعجبك جدا. اولا بنمسك قراص التوم وننضفها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين انا عايزة الساق دي، الساق بتاعت التوم دي اللي انتوا شايفينها الخضرة دي، مش هنرميها، هننضفه زي ما احنا شايفين كده، وهنمسك الروس التوم ديت نفصص التوم كل فص لوحده ونطلع منه الفصوص، والقشرة نحاول نخلي كل قشرة لوحدها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. التوم مش غالي دلوقتي، بيتباع رخيص خالص، الكيلو وربع ب10 او كيلو ونص ب10. هاتي التوم الاخضر اللي كنا بنرميه، القشر ده كله كنا بنقول هنعمل بيه ايه، لا انت هتتبهري دلوقتي من النتيجه، وما اخدش مني وقت خالص ولا اي مجهود. شايفه في قشره كده على التوم بتبقى بيضه وتخينه، ديت ما ترميهاش، احنا عايزينها زي ما انت شايفه كده، فص التوم هو جوه وعليه قشره تخينه كده بيضه عايزينها. القشره الخضراء بتاعت الساق دي ما ترميهاش برضو عايزينها. القشره اللي بين الفصوص التوم دي زي ما انت شايفه كده دي كلها عايزينها مش هنرميها. انا هاخد الفصوص بتاعه التوم استخدمها للاكل عادي، هتحطيها مثلا في علبه ازاز او في برطمان ازاز، حطيها في الفريزر ممكن تقعد معاكي سنه، ولا تعمل ريحه في التلاجة ولا في الفريزر ولا اي حاجه، او تحطيها لو انت استعمليها بسرعه و
وهتستعمليه كتير ممكن تحطيه في التلاجة عادي لو هتخلصيه بسرعة، يعني مش هياخد منك مثلا شهر ولا حاجة في الاستخدام، لكن عايزة تسيبيه لمدة سنة تقدري تخزني التوم بالطريقة دي، ان انتي تاخدي الفصوص سليمة كده زي ما هي مقفولة ونحطها في برطمان ازاز ونحطها في الفريزر في برطمان ازاز مقفول، مش هتطلع ريحة خالص، وهتطلعي منها الفص تلاقيه سليم ان شاء الله. انا دلوقتي بنفصص الفصوص كلها زي ما انتوا شايفين كده، بس مش هسيب ورقة لازقة في اختها، كل ورقتين لازقين في بعض هفكهم من بعض، افكك الورق خالص. شايفين طلعت لي، هيطلع لي كمية حلوة من التوم ان شاء الله. اللي يهمني بقى الورق ده، انا مش هخلي اتنين ماسكين في بعض كله، وبعدين الطويلة دي كمان هنقصها كده ونقصقصها تبقى قصيرة علشان تتأثر بسرعة. ده الصاج بتاع الفرن تمام، وانا حطيته كده جنب بعض عشان ما يبقاش في واحدة تخينة واحدة رفيع، يعني الرفيع اللي جنب بعضه ده مع بعض، والتاني التخين الجلدة البيضة التخينة دي مع بعضها القشرة التخينة دي، وهحطه في فرن هادي وأولع عليه من تحت وفوق في نار هادية جدا. شايفين يعني الورقة تبقى صغيرة كده عشان ما ياخدش معاكي وقت، ما خدش وقت معايا خالص خالص خالص، وسهل جدا وبسيط. وانتي قاعدة كده تمسكي شوية التوم اللي انتي جايباهم، شايفين ما شاء الله طلع لي توم قد ايه، ده هستفيد بيه برضو. لكن القشر ده اللي انا كنت هرميه وكنت برميه زمان وكنتش بحب اشتري التوم الاخضر عشان القشر ده، لا هتشتري التوم الاخضر وهتستفيدي بيه اكبر استفادة. حطيته كده في النار أو في الفرن، ما خدش كتير يعني حوالي ساعة ساعة الا ربع، وانتي رايحة جاية عليه تفضلي تقلبيه، قعدت تقلب فيه بالكبشة المقصوصة دي لحد ما تلاقيه شايفة عامل ازاي على نار هادية جدا، وسيبيه بقى واعملي شغلك وكل شوية قلبي فيه بالراحة، قلبي بحيث يبقى كله ايه متأثر بالحرارة، واول ما تمسكيه تلاقيه اتفرفت في ايدك كده هتاخده بقى ونحطه في الايه في الخلاط، لو عندك كبة لو عندك مطحنة، انا عندي دي مطحنة قديمة بستخدمها للحاجات اللي زي كده، هطحن فيها لانها بتنعم قوي حلوة قوي، بتطحنه ناعم جدا، اطحنيه ناعم ما شاء الله. بقى عندنا توم باودر كمية محترمة، كمية دي هتشتريها من برة في الأسعار الغالية اللي احنا فيها دلوقتي هتوصل بعشرة جنيه أو أكتر، ده من قشر التوم اللي احنا كنا بنرميه. التوم الباودر ده تقدري بقى تحطيه على العلف بتاع الطيور معلقة واحدة كل يوم لمدة 3 أيام في الأسبوع، تحفة جدا 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 جدا، وريحته بقى توم خالص وشكله وريحته جميل جدا. كمان التوم اللي بتشتريه من بره مغشوش ومحطوط عليه حاجات تانية ومحطوط عليه دقيق، لكن ده حاجة كده بيور، ممكن كمان تستعمليه في بيتك، يعني حلو جدا تستعمليه في الطبخ وفي الأكل، حاجة حلوة ونظيفة وانتي عارفة مصدرها وطبيعتها، مش عارفة مش اللي بتشتريه من بره ما انتيش عارفة هو ايه. ده بقى لو عندك حمام لو عندك فراخ لو عندك اي طيور هتحطي معلقة كبيرة منه على الأكل بتاعهم مرتين في الأسبوع 3 في الأسبوع، حلو جدا جدا جدا. أتمنى أن يكون الفكرة دي عجبتكم وتجربوها وهتوفر معاكم كتير قوي. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم. سلام.